أفريقيا ساحة صراع دولي مجددا، ولكن ليس بشكل عسكري كما كانت خلال الحرب الباردة بين الدول الكبرى. وإن كانت ليبيا نموذجا عما يمكن أن تصل إليه الأمور إذا ما خرجت الأسلحة إلى الميادين. روسيا والصين في حركة تبدو محمومة لإثبات وجودهما في القارة السمراء، وهذا السباق إلى 54 دولة فيها موارد بشرية وطبيعية واستراتيجية هائلة يشغل بال عسكريين أمريكيين ممن شاركوا في عمليات عسكرية لبلاد في هذه القارة، ما دفعهم إلى كتابة مقال حول الصراع في أفريقيا باعتباره صراع القرن 21 في مجلة فورين أفيرز. المقال تحدث عن سعي الصين وروسيا لبناء علاقات اقتصادية وتأمين الوصول إلى موارد أفريقيا وتشكيل تحالفات سياسية في هذه القارة في ظل ما وصفه بفك الارتباط الأمريكي، ليس فقط عسكريا كما حصل في الصومال، بل حتى سياسيا واستراتيجيا. فالولايات المتحدة إذ تفك الارتباط مع دول أفريقية ذات أهمية استراتيجية، إنما تترك الفرصة لمضاعفة التحديات أفريقيا ولا سيما أمنيا مع انتشار الحركات المتطرفة التابعة للقاعدة وداعش في عدد من هذه الدول بحسب التقرير. في المقابل، الصين تنشئ قواعد عسكرية وتستثمر في مشاريع بنى تحتية كبرى من دون التدخل في السياسات الداخلية للدول، وتحديدا ملف حقوق الإنسان والفساد، مع سياسات إقراض وتحرير أسواق جذابة للقادة الأفريقيين الذين قد لا يرغبون في إجراء إصلاحات ديمقراطية فعلية. وبحسب فورين أفيرز، فإن عودة المنافسة بين موسكو وبكين وواشنطن عالميا تعني أن على الولايات المتحدة المشاركة بشكل أعمق في أفريقيا وتعزيز وجودها هناك من خلال استراتيجية إقليمية تعالج التهديدات العابرة للحدود التي تنطلق منها، وإلا فإن روسيا والصين ستحصلان على امتيازات واسعة في قارة تنمو فيها الفرص والمخاطر بسرعة.